السلام عليكم. فهاد الفيديو الخفيفة الظريفة غادي نوريكم طريقة الحساب لمنع الحمل تحت طلب المتابعات ديالنا اللي طلبوها لينا في لي كومونتير. بزاف العيالات كيسولوا كيفاش نقدروا نمنعوا الحمل بطريقة خالية من الهرمونات. خليكم معنا. اولا كاين بزاف طرق منع الحمل خالية من الهرمونات، بحال البيرزيرفاتيف اللي هو الواقي الذكري، كاين الواقي الانثوي، كاين القذف الخارجي، واخيرا فترات الامان أو اللي معروفة عندنا بالدارجة بطريقة الحساب. طريقة الحساب هي طريقة طبيعية وتقليدية، محورها هو العزوف والامتناع على العلاقات الجنسية خلال فترة الإباضة، ولنسبة النجاح ديالها كتختلف من مرأة لمرأة واحدة أخرى. حتى لهنا غنكونوا متفقين في هذه النقطة. دابا أجي ندوزو شنو هما شروط طريقة الحساب. أولا خاص الدورة الشهرية تكون منتظمة، يعني كتجي في نفس الوقت. ثانيا معروف طول الدورة الشهرية، مثلا كتجي 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام أو 9 أيام. الدورة الشهرية كتبدأ في أول يوم الحيض وكتنتهي في اليوم اللي كيسبق الدورة الموالية. هنا كنقول الدورة قصيرة إلا كانت كتدوم 21 يوم، ودورة طويلة إلا كانت كتدوم 45 يوم، على حساب كيف قلنا من مرأة لمرأة واحدة أخرى. دابا فاش عرفنا شروط الحساب غادي ندخلوا للطريقة التقليدية ديال الحساب، عاد غادي نهضروا على الطريقة الأكثر دقة. الطريقة التقليدية للحساب كيتم تقسيم الدورة لثلاث مراحل. الثلث الأول كيتسمى بأيام الحيض، الثلث الثاني بأيام الإباضة، والثلث الثالث فترة الأمان. إذا على حساب هذا التقسيم، اللي بغات تحمل تكتف العلاقات الجنسية في الثلث الثاني، واللي بغات تمنع الحمل غادي تمارس العلاقات الجنسيه في الثلث الثالث وتصوم عليها في الثلث الثاني. دابا اجي ندوزو لطريقه الحساب الاكثر دقه واللي صادقه مع بزاف الناس لحد الساعه، واخا فيها كثره الحسابات مي في نفس الوقت سهله. ركزوا معايا. اولا كتحدي طول فتره الدوره ديالك. فتره الاباضه كتكون في منتصف الدوره. مثلا باش توضح لكم الصوره مزيان غادي ناخذ دوره فيها 28 يوم. يوم الاباضه هو 14، كنديروا 3 ايام قبل و 3 ايام بعد الاباضه. اذا هنا كتكون فتره الاباضه ما بين 11 و 17. هنا خاص يوقفوا كل العلاقات الجنسيه بصفه تامه المده الممتده ما بين 11 و 17 من ايام الدوره الشهريه. هنا غادي نكونوا سالينا الطريقه الصحيحه المجربه والمضمونه ديال الحساب. نتمنى تكون الفكره وصلتكم بطريقه بسيطه ومبسطه، واللي بغى يزيد يعرف اكثر على كيفاش كتجي دم الحيض وشنو هما الاعضاء المسؤوله عليها، زائد نمو الجنين في البطن ديال الام ديالو والتغيرات اللي كيوقعوا في الجسم ديالها، غادي تلقاو رابط الفيديو لتحت في صندوق الوصف. كنشكركم على تتبعكم الحلقه، ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل فيديو جديد، وما تنساوش تتابعونا على الصفحات ديالنا تيك توك، انستغرام، فيسبوك، وخليو لينا كومونتير لتحت الى عندكم شي سؤال ولا اقتراح.